الله يمسيكم بخير جميعا. اليوم موضوعنا غير العروض وغير كل شيء. موضوع نصيحة للتجار وللناس اللي فيه. اليوم المسار هذه اللي انتم شايفينها كلها شبيهة لبعض. في عنا 200 شيكل دخل علينا على المحاسب بالغلط. هدول 400 شيكل مزيفات لو حطناهم بين المصاري محدش هيعرفهم، اي مواطن بيعرفهمش. هذه نصيحه للتجار اللي زينا وللمواطنين يدير بالهم، حتى المباحث كمان تشوف وين الفئه. اليوم هاي فئه ال 200 شيكل دبت السوق، دبت الناس كثير كثير، في منهم مزيف وعلى هدول دخلين علينا، ومنيح اللي دخلين علينا، احنا الله اعطانا اكثر ما بدنا. هذه فئه ال 200 شيكل وهاي شبهات لبعض، واللي مزيف طابق الاصل. بس اللي بنظر علينا هنا على الكاميرا بيقدر يعرف ايش سببهن. لقيت هاي ال 200 شيكل حقيقيه تحت يا جماعه، وهذه المزيفه فوق. انا على الكاميرا كل شيء فيها 100%، بس اللي اذا كان الكاميرا جايباها انا مش شايف كثير. هاي طلع علامه الراس تحتي علامه 200 شيكل، وهي جاي بس هاي العلامه اللي بتختلف على الاخوان. انتبهوا جدا جدا من فئه ال 200 شيكل. هنا فيش راس وفيش كلمة ال 200 شيكل تحت، وباقي كله 100% مزيفين ومليون بالمية. لو أي مواطن أو أي أخت أو أي أخو أو أي إنسان بدخل عليه على طول لازم يفقدها 100%. أنا عشان ضميري بيسمح ليش أمشيهن على الناس، هاي هدول كلهم مش مزيفات، هدول مزيفات. أنا بعوض علي الله، والحمد لله اللي دخلن علينا إحنا ما دخلنش على غيرنا. وانا بالنسبه الي هيني بدي احرقهم قدام الناس كلها. ياتا 400 شيكل اجانس. انا بتمنى 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 من كل الاخوه يفتحوا عينيهم ويفتحوا كل شيء عن هذول المصاري مزيفات. انا دخل علي عشان ما يدخلنش على ناس غلابه غيري، وما يدخلنش على انسان محتاج او مش محتاج. منيح اللي دخل، انا بشكر من الله اللي دخل علي، وانا بعوض علي الله. ارجو من الناس فئه ال 200 شيكل دبت السوق بالمزيف، انا بعوض علي الله. هيني حرقتهن، واتمنى من الله تفتحوا عينيكم. وهذه نصيحه من مركز حرب، ونصيحه بدي انزلها على صفحتي يشوفوها العالم كله. وبشكركم كثير كثير، ودير بالكم، والله يعوضني عوض خير. الله يعوضني عوض خير.